طيب انا بكتب من نفس الفضائيات. اهلا بيكم متابعينا متابعي اليوم السابع وبث مباشر جديد. وبثنا النهارده مختلف تماما، بس من الفرحه، بس في حاله استثنائيه غير عاديه. اول امتحان للثانويه العامه في ظل الظروف الاستثنائيه، واول تجربه للثانويه العامه بتشهدها مصر هذا العام. ومعانا ضحى الثانيه على مستوى الجمهوريه علمي علوم. اهلا بيك يا ضحى. الف مبروك. الله يبارك فيك. يعني احنا فرحانين لك اكتر منك. عايزين نعرف منك يعني كنت بتتعامل ازاي في المذاكره والدنيا كانت ماشيه ازاي معاك؟ اول حاجه لازم الواحد ياخد بالاسباب، وبعد كده يعني يثق ربنا الاخذ بالاسباب، ده اهم حاجتين. وكمان تاني حاجه هو الواحد يعني يعتمد انه يفهم المعلومه، يفهم المعلومه من كل اجزاء، ما ياخدش نفس المعلومه بس. كمان يعني مثلا واحد لما يجي يحل يهتم ان هو يفهم الفكره مش يحل السؤال. كنت بتذاكري كام ساعه يا ضحى في اليوم؟ حوالي 8. 8 ساعات؟ متواصلين ولا متقطعين؟ لا متقطعين طبعا. تمام. ضحى انت نفسك تدخلي ايه؟ ان شاء الله كليه الطب، بس برضه هبص على بقيه الفرص. يعني لما كلمتيني في التليفون مش قلت لي انا هبص على بقيه الفرص، بمعنى ايه بقى؟ يعني دلوقتي الواحد لو قدامه سلم واحد هيطلعه، بس لو قدامه اكتر من سلم هيختار. يعني دلوقتي انا كنت حاطه في دماغي انا بحب المجال الطبي وكده، بس يعني الاولى الجمهوريه بيكون هيفتح لي ابواب ثانيه، فهبص عليهم ان شاء الله واختار. يعني ايه الافرع الثانيه في البحث العلمي اللي بتحبيها؟ البيولوجي، بحب البيولوجي البيوميديكال يعني. تمام. انت معاكي اخواتك متفوقين، انت كنت متفوقه في الاعداديه؟ الحمد لله. طلعتي الاولى؟ الحمد لله. والابتدائيه؟ الاولى برضه. الاولى برضه. يعني انت بتوجهي او بتبعتي رساله لمين في اسرتك؟ مين اكتر حد واقف معاكي، بابا ولا ماما؟ الاثنين طبعا. مين اكتر كان واقف معاكي في مساعدك؟ ماما شويه. ماما بتشتغل ايه؟ درست في الازهر. والبابا دكتور بطنه؟ ده كان بيديلك حافز انك انت تتفوقي ولا؟ اكيد طبعا، الواحد دايما يعني يحب ان هو يكون زي والده ووالدته يعني. طبعا. كانوا بينصحوكي دايما، بيقولوا لك ايه؟ وانا مش هما بس كانوا بينصحوني، اخويا الكبير برده كان دايما بينصحني، كان كل ما يشوفني بقى تعالى اديك نصايح. هو اكبر مني بسنه يعني، وهو كمان كان في مدرسة متفوقين، فهم نظامهم شبه نظامنا الجديد يعني، بيبدأ يديك نصايح، يقول لي ذاكري كذا، قالي كذا، مش عارف ايه كده. وماما برضو كانت واقفة معايا، هي كانت أكتر حد متوقع إن أنا ممكن أرتب يعني، أنا نفسي كنت متوقعة بصراحة. بس هي ماما كانت متعشمة في الموضوع ده خالص، كانت دايما يعني دايما كانت بتدعي لي، ودايما بتديني يعني دعم نفسي وكل حاجة. حتى الأكل كان دايما الأكل بيجي لحد عندي في الأوضة، ما كانتش بتخليني أطلع، هو أنت ذاكري وبس. يعني كان موفرين لك كل سبل رحب. بالظبط. في ظل كورونا كنت بتتعاملي إزاي يعني في ظل الظروف الصعبة؟ والله كورونا يعني كان ليها دور، يعني مثلا الدروس ما كانش فيه، يعني الدروس كان عليها كانت مقننة شوية، خصوصية المدارس برضو، فده يعني يعني عمل زي حواجز، شوية حواجز يعني. بس الموضوع الحمد لله النت كان موفر حاجات كتير، متواصل مع المدرسين سواء على واتساب او فيس او اي حاجة. اهم حاجة ان احنا نوصل للمدرس يعني، احنا نوصل للمعلومة بس. تمام. نصيحة بتقوليها لزملائك الطلاب اللي جايين بقى، واخواتك اللي هم داخلين على المرحلة بتاعت الثانوية العامة؟ ماشي. اول حاجه ثقوا في الله. البرنامج الورقي الطبي يا استاذ محمد، عاوزين صوره يا جماعه. ثقوا في الله وفوزوا بالاسباب. وكمان يعني اهتموا، حلوا كتير، لان الحل دايما بيخليكم تشوفوا افكار جديده. كمان وانتوا بتحلوا اهتموا ان انتوا تفهموا الفكره مش تحلوا السؤال، يعني مش مهم السؤال حلته صح ولا غلط، المهم ان انتوا فهمتوا الفكره من السؤال. وتملوا معاكم تعال اقفل عشان احنا بنقفل معاه. اقول له حاضر اقفل معاه اهو، احنا لايف. اقفل معاه اقول له حاضر. بقول لك لايف اهو معاك اهو. معالي الدكتور الف مبروك طبعا، احنا طالعين لايف دلوقتي، عايزينك توجه كلمه وتقول يعني تعبر عن فرحتك ازاي. الحمد لله رب العالمين، فرحه غامره الحمد لله رب العالمين، وربنا سبحانه وتعالى كلل تعبها بالنجاح وكلل مجهودها بالنجاح، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا نشكر المولى سبحانه وتعالى.
فهذا هو ده يعني بذل، هو جود من مولى سبحانه وتعالى علينا وليس بذل مجهود. فالحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمه وكانت متفوقه من البدايه يعني. الحمد لله رب العالمين، المرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه ومحتسب، وهي عندها ثقه بالنفس ثم ثبات النفس، ثقه في الله قبل اي حاجه والله عمرها. يعني كنت بتتعاملي معها ازاي وكنت بتساعديها ازاي؟ والله هي اللي هي عايزاه بوفره لها، هي مش عايزه اكتر ان هي جو هادي وخلاص، ملهاش طلبات، هادية طول عمرها. هي شكلها هادي اصلا؟ اه والله خالص، والله هادية ومريحة. هي شكلها هي شكلها كيوت اصلا فعلا خالص. عمري ولا هذاكر هي لوحدها عارفة اللي وراها وبتعمله، وصلاتها في ميعادها واللي عليها تعمله. ده عيب. وتسمعينا زغروطة عشان الناس تفرح برضه. ألف ألف مبروك، وعقبال باقي وإخواتها إن شاء الله يكونوا متفوقين، وربنا يديكم الصحة على الجهد والتعب اللي أنتوا تعبتوا. الله يبارك فيك، ده فضل الله. الحمد لله. ده كان بسينا المباشر من منزل ضحى المتفوقة فيها الثانوية العامة. كنت معكم من هنا من محافظة سوهاج، محمود مكمول. مع السلامة.